بطاطا، جبنة شيدر، بابريكا، زيت نباتي. طيب حنينة، عشان مكوناتها كتير سهلة، قليلة، بابريكا وجبنة وزيت بطاطا. نباتي بدنا نعملها شوي بطريقة لطيفة. أوكي، بدك مساعدة؟ بدي مساعدة؟ لا، في جلوفز. بدك مساعدة باللي يعني أنا أساعدك هون. ما عارفة، حايصة. طلعي إيش نعمل؟ نعملها هيك. فرجيهم بالضبط كيف. هينا بدنا نشوف كيف. بدي أجيب معلقتين خشب وحبة بطاطا، بحط حبة البطاطا بين المعلقتين الخشب وبقطع لحد ما تخبط بحبة البطاطا، فهيك ما بتقطع للآخر. أوكي، عرفتي؟ عشان هيك المبدأ المعلقتين الخشب، عشان تمسكها ما تقطع للآخر. تمام. أوكي، للحفة تاعت المعلقة، تبعت المعلقة. حبيت هيك أقلبها، أعمل الجهة الثانية نفس الإشي، هيك تستوي البطاطا أسرع. إيش ما نلخبط هيك، شكلها حلو. هيها صارت هيك، شفتي؟ نعم. حعمل كمان واحدة عشان الناس يشوفوا. معلقتين خشب البطاطا بالنص وبقطع بهاي الطريقة. تحبي أنا أقطع الباقي وأنتي تحشيه؟ لا، ما قطعتهم. أوكي ماشي، ولا إنها أني أنا أدخل بالموضوع. لو قلتي لي كان ما قطعت. طلعي فرجيها بالضبط يعني مزبوط للكاميرا. هيها تمام. أوكي، هلأ بدي أشيل هدول على جنب. أوكي، وبس رح أجيب على نفس هدول. تعرفي إيش، ساعديني لو سمحتي الصينية عشان إيدي صاروا. والله كتير ساعدتك. كتير صح. حنين ما بقدر أستغني عنك، أنت عارفة هاد اللي بدي توصل له. طبعا بالضبط. بحط شوية زيت بعدين. لو سمحتي البابريكا. أوكي كلها. أنا بس أيوة بزعيها. الله يرضى عليها أم حسن. يعني خلص بس مين أم حسن؟ أنا هيك ستي بضلت قلي. أم عليا. أم عليا، بس لما يحكوا يتخوتوا على حدا. الله يرضى عليها أم حسن. في عندي صاحبتي أم حسن. أنا بعرفش ليه ستي بتقولي أم حسن. بلاش خلص بلا فضايح. عن جد ليه؟ يا حنينة، في هنا بصحن ملح. مستكة. شفتوا ملح خشن. عشان هيك شوفي يعني. بدي أحاول شوي حنين بين الهدول. اوكي انا برش لك هيك. رشي لي، بنحاول بين حطي عليها كلها، حطي عليهم كلهم. بس انا ليه حطيت شويه زيت؟ عشان يمسك البابريكا والملح. والملح ما منكتر. وليه بتحطي ملح خشن مثلا؟ اسكى. خلص بكفي لازم. طيب هلا حنين، شوفي شو رح اعمل. رح اجيب من الجبنه، بدي اقسمهم هدول. تقدري تفرجي الكاميرا لين عشان تكون اوضح. هيك بدي اعمل، بدي احط جبنه. ميليها شوي. انا مش معلش المنظر. اوكي يعني بين كل تقطيعه زي ما بدك تحكي. كل تقطيعه بدي احشي جبنه شيدر. كل تقطيعه؟ طب ليش ما نعمل يعني بتعرفي كثير مقطعه؟ او لا بصير. ها فهمتي علي. يعني مش على كامل التقطيعات بتصفي هيك. شو رايك تجيبي جلوفز وتساعديني ولا لا؟ يعني اذا بتحبي. شكلها لا. لا عادي ما عندي مشكله. طيب استني انا بدي احاول صراحه. حتى انمار بقول لك شكله لا. انا على فكره مش سامعتك يا انمار. الوضع تمام عندي. اوكي اساعدك هلا بجيب. هلا هي بدنا ننتبه انه بس نبلش نحشيها حنين ممكن تبلش تتمزع معنا لانه البطاطا بلشت تفتح. فشوي شوي بدنا نحشيها. عشان هيك بقول لك انا انه ما نحشيها كامله. عشان هيك بتقولي ما تساعدني. طب خلص اسمعي بس حطي لي شويه زيت بالصينيه. لا بدي تحطي زيت بالصينيه قبل ما توسخي ايديك. اوكي ميرسي. خلص تمام. بعدين ببلش اصفط. احكي لك شغله في هاي العاده. قولي لي. مثلا قلتي لي خلص لازم بعد خلص يعني اجادل وازيد. ما قلتها تقول لي اهل. الان صرت حافظتك حنين. حاجي جنبك من هاي الجهه. اوكي وافقت لك. جد؟ لا شوف لازم تجادل ما بتقدر. بيقولوا عنا نائر ونقير، بس والله احنا مش نائر ونقير. يعني حلو منائرة. اسمعوا هذيك المره كنا انا وحنين بمكان عام يعني جدا. يي شايفه؟ شفتي انت عشان ما بتركزي. حبيبتي. فقد ما تنائرنا الزلمه اللي هناك انه هيك صفن فينا، يعني انه نقول له لا احنا هيك عادي. عادي احنا هيك متناقش. احنا هيك الحياه الطبيعيه. احب.
شوفي ما قصرني انا. جنني انت فيش زيك، بس ايش عملتي؟ عم بحكي اسمعي ما في داعي نعملهم كلهم، بس شوفي هو لازم تعمليهم كلهم. اقول لك ليه؟ عشان لانه الشباب من جعني. الصبح قاعده يعني وتعبوا، يعطيهم الف عافيه طبعا، بيستنوا ياكلوا. فبستنوا ياكلوا. طيب نعملهم صح ولا لا؟ صح، هيهم بايدوا، الجميع يؤيد. انمار مش مفطر. انمار افطرت. انمار مستحيل ما يفطر. سأليني. طيب. انا هيك هلا بدنا ننتبه انه الجبنه ما تنزل زي يعني كثير. شوفي انا بصراحه ما حشيتها من كل الجهات. خلص اي ثينك بكفي هاي وكمان وحده وخلص، يعني انت اللي عملتيها. بس احط هاي هون لو سمحتي. انت اعمل كمان وحده اخيره. خلص اعملي هاي وهاي. خلص ما في، ما ضل جبنه، ما بدي اقطع. ما انا شوفي ما حشيتها كلها. اوكي مش ضروري يا اختي، انا ما بدي وحده فيها جبنه كثير، فيعني انا بدي اخذ هاي. شايفين هاي يا جماعه الي، كلكم اللي بالاستديو هاي الي عشان ما فيها جبنه كثير. انا بتعرفي انا عكسك، انا بحب تكون محشيه جبنه، فرح اسرق الجبنه بسرعه قبل ما انت تاخذيها. هدول تنتين الي. انا دبري حالك. شوفي لازم تحطي لي اياها بمكان انها تبين انها هاي الي. رح تبين، ما رح يكون عليها جبنه. انا اصغر وحده. طلعي شوفي كيف هي لئيمه، اعطتني اصغر وحده. بلا ما الناس يفكروا جد حنين. اللي بلش يحضرنا هلا يا جماعه، انا وحنين ما عم نتخانق، احنا هيك. انا مبسوطه اني لابسه جلوفز هيك، حاسه حالي اني طيب عم بشارك. هلا حنين بعد ما هيك عليها زيت كفايه، بس للتاكيد انت كترتي شوي زيت تحت، بس اتس اوكي عشان مش ما تلزق هيك. تمام اوكي انا سوري، بس هلا بدي احطها بالفرن. بالعمدان حطيتها بالصينيه يعني هيك، مش ب فلات عشان عشان الحراره. اوكي عشان البطاطا، لا عشان الحراره تضل اوكي حوالين البطاطا عشان تستوي اسرع. هلا برضو بقدر احط لها الومنيوم فويل، انا بحس انه اضبط عشان تستوي اسرع. رح نقدر نلاقي، ما بتاخذ معنا وقت زياده. لقينا الالومنيوم فويل، نحط لها الومنيوم فويل ونحطها يعني 45 دقيقة على درجة حرارة 200-220. ممكن تحتاج أكثر طبعا، إحنا حسب لما نشوف حسب حجم البطاطا، مستوية البطاطا ولا مش مستوية.